السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. دي معكم شويه ديال البوراك، ضفتو عند شي ناس عجبني، نكتبو هنا نكتبو ديال الحق نص كيلو ديال الفرينه، رشه ديال الملحه، نص كاس ديال العنب، نص كاس العنب، انا غادي ندير زيت الملحه، انا غادي ندير الزيت. ما كاينش نص كاس العنب، وكنشدو داك الطحين كلو كندسوه باش الزيت يوصل لجميع البلايص. معلقه ديال السنيدة ما تنساوهاش، انا ما قلتش لك ممكن معلقه ديال السنيدة. إلا بغيتو يجيك محمر راه ولاش ما ديروهاش، ماشي بالضرورة. أنا زدت شوية ديال الزيت كفاني، جبرية داكشي ما وصلش للهدف، خاص الطحين كلو يعمر بالزيت. من الجوع تكون العجينة ديالو معتدلة مقادة، ما مرخوفة ما قاصحة، وفي الأول تكبي الماء القياس ديالك، خاطش كل مرة كتزيدي الماء. تدك مزيان تكيها مزيان حتى تدمج العناصر كلها، السكر و الملح صافي هادشي اللي كاين، والزيت هادشي اللي كتكون في يديك رطبة بحال المسك، ماشي مكبدة ولا مكورة ولا لا، هادشي اللي ديالك جات مزيان. كتبغي يدلك بزاف، يدلكي لا كبار يدلكي مزيان، دابا غادي نكبروها على 10 كويرات. هيا كورناها اشي عاد ديال الدوز، دابا غنديرو هاد السينية ديال الجينة نخليها تطلق عاوتاني شوية، يا عطلة غادي نبداو باللولة. انا كنعقل على الاولى من اليسار من الثانيه، جيتو جيتو جيتو
غادي نحطها شويه طلق خطيره خليها تطلق شويه راه ما قضيت شي غير هذا اخر راه هكا هاي كورنا هادشي بين مكورة داك البلاصة ديال الخرم هاد كنديرو المزايلة كنطويها مستطيلات صافي وكنحطها في الفران هاي التانية درتها معاكم صافي ان شاء الله لا كان هذا باندي الفران يطيبو ولا يطيبو تشوفوها سي مستطيل دابا دخلت الفران هما دخلت الفران على 180 درجة 45 دقيقة ديال الطياب تيتحمر مزيان درت الفرفارة درت الفرفارة والكليبولة ما عنديش ديال الطول ماشي مشكل ها هو دابا ملي طاب يا شيخ بزاف الطبيب عمتنا معكم يزيد عشي يزيد عشي في شي بجا زوين هاتي بعد نسي من هذا الخبيل انا كتبو يمي شبعي كتبو يمي شبعي هاتي عشي في شي بجا وحقات شبك الله بي داك الشركه تقول لي ما عمرني بداكو ما صورتوش هاد الشركه هي بزاف وشيء كازي اتي في الشيء